بس بتحكي العربي. ما بعرف امي، يا ريت بعرف امي، هي ما بتعرفني. يعني ما بذكرها، يعني شكلك كيف ما بعرف انا من وين ومين امي ومين جدي ومين تيتا وبي. ما لا مره كان بحب يفتح موضوع عن امي. ما كان بده انه ترجع هي تتعرف على امها، بس ما حدا بيعرف شو السبب. بعرف بس اسمها وين انا خلاني وبس. طلع انا اثنين بنفس الاسم، مره متوفيه ومره عايشه. صفحه جديده لاحد 9:30 المساء على LBC International.